مساء الخير. لا، ما في أمل. في بلاد تترنح بين سلسلة تطوق رقاب آلاف العائلات وحكومة عاجزة عن فك صاعق هذا اللغم، غدا جلسة لمجلس الوزراء، وبدلا من أن تؤلف الحكومة خلية طوارئ وتضع عرضها على الطاولة، أسقطت السلسلة حتى من بنود الجلسة ورمت الكرة مجددا من ملعب السرايا إلى الشارع لتعلن مواصلة المبارزة مع هيئة التنسيق النقابية الماضية في إضراب لا تراجع عنه. ومن العصيان الإداري إلى العصيان الأسيري وجنون العظمة، فآخر ضروب أسير بن رباح دعوة الحكومة إلى الذهاب إليه وتسلم لائحة بمطالبه، وهي فرصة ذهبية على الحكومة أن تتلقفها، فلتذهب وتقف على خاطره وتبلغه بوجوب مثوله أمام القاضي صقر صقر بعد تعذر إبلاغه، وتأخذ المطالب باليد الأخرى. وهكذا تكون قد ضربت عصفورين بحجر واحد. ضربة من نوع آخر هزت شباك الكرة اللبنانية بفضيحة عمرها سنوات وأموال تقاضاها لاعبو الأندية كارشا في مباريات أسيوية، وضعت الإصبع على أكثر من جرح وفتحت بابا جديدا من فساد مستشر فيها. أما كرة قانون الانتخاب فلا تزال عند خط الوسط، واللاعبون مدعوون إلى تسوية أساسها التوافق كي لا تذهب البلاد إلى فراغ تشريعي وتنفيذي، خاصة مع الموقف الواضح لرئيس الجمهورية الرافض للتمديد. وقد يكون قانون فؤاد بطرس هو الرافعة في اجتراح صيغة توافقية تبعد كأس الفراغ المرة عن الجميع. وبعيدا من كل ذلك، ومن بين قادة أخفق في الأمن والسياسة والإدارة، هل ينتج الإعلام مشاريع زعماء من تركيبة مختلفة؟ فالليلة تطلق الجديد أول تجربة من نوعها، هي مناورات بالسياسة الحية تحاكي زعماء فقدهم الزمن. هي مغامرة مع شباب يطمح إلى التغيير وطرح مفاهيم عصرية، لكن من خلال خضوعهم للفحوص في كل مزايا القيادة. وفيما تغرق السوق الإعلامية في إنتاج فنانين وجميلات، نحن قررنا اللعب مع السياسة والضرب من فوق. الزعيم افتتح فعالياته الليلة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، وبكلمة موجهة إلى الشباب اللبناني الذي قاوم وحرر وهزم الاحتلال الإسرائيلي والشباب الذي حارب الإرهاب، قال رئيس الجمهورية إنهم يستحقون فرصة التغيير. وكما وضع إعلان بعبد خارطة طريق لإنقاذ لبنان، وضع أمام الشباب المشتركين 15 دستورا جديدا، ومن خلالهم توجه إلى شباب لبنان طالبا منهم مجددا أن يقولوا كلمتهم في القضايا المصيرية ومن خارج الاصطفافات التقليدية. القيادة الزعامة تقع بين حدين، والقائد أو الزعيم لديه خيارين. الحد الأول أنه يأخذ القائد قرارات تتوقعها الجميع، تنتظرها، فإذا جاءت على حساب المصلحة العامة فالقيادة تجنح إلى الشعبوية. والخيار هنا زعيم الزاروب أو أمير الحرب. أما الحد الثاني فهو جعل الجماعة تتبنى أهداف القائد وتعمل باندفاع على تحقيق هذه الأهداف، وبقدر ما تتجرد هذه الأهداف عن المصلحة الشخصية وترتقي إلى المصلحة العامة تسمو هذه القيادة. وخيار القائد هنا هو الزعيم رجل الدولة. لبنان بحاجة إلى زعماء رجال دولة وليس رجال زواريب. بالنهاية تحية تقدير إلى قناة الجديد اللي أيضا قبلت التحدي نظمت هذا البرنامج. تحية للقيمين على البرنامج وأيضا إلى أعضاء لجنة الحكم. بيلفتني مقال صدر من يومين ثلاثة، الجديد تبحث عن الزعيم رغم الأرثوذكسي. ليش لا؟ ليش لا؟ فخامة الرئيس، بدي أتشكرك على الرعاية الكريمة، وبدي أتشكرك باسم الشباب المشاركين، باسم الشباب اللبناني، على الدستور اللي حطيته هلأ بدون الأرثوذكسي وبدون حتى الشباب يكون إلى المستقبل
بدي بس وجه كلمة من بعد استأذنك للشباب اللي موجودين ومشاركين، إنه مش كلكم حتربحوا، لكن كل واحد منكم عنده طروحات، وعنده طروحات في ملايين اللي عم بيشاهدوكم على الشاشات بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم كله، وحيتفاعلوا معكم ويمكن تقنعوهم أنتوا، لكن طلب الوحيد إنه سابروا واستمروا وما تتراجعوا عن مفاهيمكم وعن مبادئكم. هيئة التنسيق النقابية تدعو إلى يوم الزحف باتجاه بيروت غدا، وتنفذ تحركين حاشدين أمام مبنيي وزارتي الاقتصاد والاتصالات. عشية يوم الزحف إلى بيروت، كما سمته هيئة التنسيق النقابية، زحف الأساتذة باتجاه وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، حيث نفذوا اعتصاماً اعتبروه رسالة إلى الوزير الأولى نحاس ودعماً لموظفي الوزارة. أما الرسالة التي وجهوها إلى رئيس الحكومة فكانت الأعنف. للرئيس بقاتي نقول له: احزم أمرك، اخرج إلى الرأي العام، اخرج إلى الرأي العام واعتذر له، واعتذر له لأنك وقعت اتفاقا وأقريت في الحكومة سلسلة الرتب والرواتب، فقل لشعبك أنك عاجز عن تنفيذه. أنت المشكلة لأنك تطيع الهيئات الاقتصادية. غدا يوم الزحف إلى بيروت، يوم الانتصار للكرامة الوطنية ولوحدة الشعب اللبناني. بكرة في مجلس وزراء مطلوب من الرئيس ميقاتي ومطلوب من القوى السياسية اللي عملت معنا الاتفاق. إذا مجلس وزراء بكرة بينعقد وما بينحط موضوع السلسلة على جدول الأعمال من خارج جدول الأعمال، بتكون هاي المظاهرات اللي طلعت من حلبة للناقورة، شافوها امبارح على التلفزيونات، ما بتعلي لي شيء، بيكون هذا الشعب اللبناني ما بيعلي لي شيء، بيكون هذا المجلس الوزراء لا يعني شيء للشعب اللبناني، وأنا رأيي بتكون آخرتهم غدا، لأنه غدا سيزحف الشعب اللبناني. وكانت للتظاهر محطات أخرى كمبنى جمعية المصارف اللبنانية ووزارة الاتصالات، حيث كانت وقفة رمزية. وفد من الهيئة جال على بعض الوزارات، فالتقى وزير الصحة الذي أكد أن موضوع السلسلة قيد المتابعة. ناقشنا حوالي 22 إجراء في الجلسات الماضية لمجلس الوزراء، يمكن نقاشه من جديد، إعادة النظر ببعض النقاط، لكن في نقاط ممكن أن تقر وأن تساهم في تمويل العجز القائم. وزير الطاقة جبران باسيل قال للوفد الذي زاره إن الحكومة اتخذت مجموعة قرارات لتمويل السلسلة وعليها تحمل مسؤولياتها وعدم ترك الموضوع عالقا. وفي المناطق كما في العاصمة كان التزام بتحرك هيئة التنسيق وبإقفال أبواب المدارس الخاصة، فالإضراب عم لبنان من شماله إلى جنوبه، كما نفذت اعتصامات أمام عدد من السرايات كحلبة وجبيل وزحل والجديد والنبطي وصيدا والصور والشوف. وفي بعلبك نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما أمام المصرف المركزي. أما عند مستديرة علي فقطعت الطريق الدولية لبعض الوقت من قبل المحتجين على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب. ونزولاً إلى بعبدة نفذ موظفو القطاع العام وأساتذة التعليم الثانوي اعتصاماً حاشداً أمام مبنى دائرتي العقارية والمالية، رافعين اليافطات المطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب. وزير التربية أعلن من السرايا تأجيل الامتحانات الرسمية، ورئيس الحكومة بحث مع وزير المال في موضوع سلسلة الرتب والرواتب. حضر ملف سلسلة الرتب والرواتب في لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لا سيما خلال لقائه وزير المال محمد الصفدي الذي نفى أن تكون السلسلة بندا على جلسة الحكومة ليوم الأربعاء، مضيفا أن مهلة طرح القضية لم تنتهي بعد. وإذ استبعد الصفدي أن تقر الموازنة العامة لأسباب تقنية مرتبطة بقطع الحساب، عز العرقلة في موضوع السلسلة إلى الوضع الاقتصادي العام، وأوضح أن الحاجة ملحة للنظر في بعض أرقام السلسلة كي لا تؤثر سلبا على القطاع الخاص.
وفي السرايا الحكومية وزير التربية حسان دياب الذي أكد أن مواعيد الامتحانات الرسمية ستؤجل حتما ليس بسبب الإضراب إنما نظرا للأوضاع في البلاد، موضحا أنه وحده من يحدد المواعيد وليس هيئة التنسيق النقابية. ومع وفد اتحاد نقابات النقل البري تركز البحث على مطالب الوفد في ظل التلويح بإضراب القطاع يوم الخميس المقبل. نحن في اجتماع تاني مع دولة الرئيس بكرة بعد الاجتماع الأمني لهالفريق الموجود هون ممثل قطاع النقل، على ضوء هذا الاجتماع نقرر ما يجب فعله. إذا كنا مقتنعين نحن والسائقين بالبدء بالتنفيذ، يعني لمسنا تنفيذ عملي بالشيء اللي نحن بدنا إياه، بالآخر نقدر نروح نحن نعلن الموقف المناسب والذي يحفظ كرامة السائقين والنائبات ويحفظ كمان وضع واستقرار البلد. ميقات استقبل وزير العدل شكيب قرطباوي الذي أشار إلى أن الاستجوابات مع الموقوفين الإسلاميين تسير في إطارها القانوني، كما التقى رئيس الحكومة سفير الأردن الجديد زيد زريقات ورئيس النادي الرياضي هشام جارودي. البطريرك الماروني يتمنى أن يتم التوصل إلى قانون توافقي للانتخابات. النائب ميشيل عون يشن هجوما عنيفا على رافضي الأرثوذكسي، وغيرها من الأخبار في بانوراما محلية للزميل رامز القاضي. قبيل مغادرته إلى موسكو، تمنى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن يتفق الجميع على إيجاد قانون انتخابي جديد في لبنان. وما بيجوز كل واحد يطلع يعمل إنه على قياسه. الأوانين ما بتجي على قياس حدا، الأوانين بتجي على قياس البلد، على قياس الشعب، على قياس الوطن. نتأمل إنه بإرادة الطيبة يتوصلوا إن شاء الله بهالأسبوع. سيدنا هيك موعودين يتمثلوا لقانون يشرف الجميع ويخدم الجميع. بيكون عيب على اللبنانيين انه يرجع عمره 6 بعد 5 سنين عم بيبينوا انه مش قادرين. طيب مش قادرين، فاذا هات لنترك البلد يتنحوا كلهم سوا، فاذا نرجع على شريعه الغاب. تناول رئيس الجمهوريه ميشيل سليمان مع رئيس كتله الوفاء للمقاومه النائب محمد رعد الاجواء السياسيه والانتخابيه واهميه التفاهم بين القوى السياسيه لايجاد قانون يرضي الطموحات الوطنيه للبنانيين. وعرض سليمان مع وفد من الشخصيات النيابيه والسياسيه المسيحيه المستقله لمجموعة أفكار واقتراحات انتخابية بديلة من قانوني الستين والأرثوذكسي. في مؤتمر صحفي لمناسبة ذكرى اغتيال والده معروف سعد، رفض رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد تحويل صيدا إلى بؤرة مذهبية على عداء مع محيطها. بال 1985 كان في مشروع للفرز السكاني في منطقة صيدا، في صيدا ومنطقتها، وأسقطت صيدا هذا المشروع وسوف تسقط صيدا المشروع المطروح الآن. أوضح النائب ميشيل عون أن قانون اللقاء الأرثوذكسي أحيل على اللجان المشتركة، وأن هناك إمكانية لإحالته على الهيئة العامة، مخيرا الرافضين للقانون بين لبنان دائرة واحدة والأرثوذكسي. ما حدا يخوفنا، ما في غير قانون إلا قانون أحسن منه، مش بس بجيب 64 نايب، يعني الفاجر ما رح ياكل مال التاجر. شي مرة بيطلع واحد أفجر من التاجر الفاجر، ونحن هو. من ناحيتها رحبت كتلة المستقبل بأجواء النقاشات الإيجابية للوصول إلى صيغة حول قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع. تستهجن الكتلة موقف وزير الخارجية اللبناني المتماهي مع النظام السوري من خلال عدم تقيده بتوجيهات رئيس الجمهورية لجهة تقديم احتجاج على ممارسات واعتداءات النظام السوري على لبنان. شددت السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونلي خلال لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أهمية التزام جميع الأفرقاء اللبنانيين سياسة النائب النفس، معربة عن تعازي الولايات المتحدة بالمواطنين اللبنانيين الذين قتلوا في البلدات الحدودية. وبحسب بيان صادر عن سفارة الأمريكية في بيروت، أعربت كونلي عن تقدير بلادها عزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التمسك بمبادئ لبنان الديمقراطية والدستورية وأجراء الانتخابات في موعدها. المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أن مقاتلي المعارضة يخوضون معارك في حرم الجامع الأموي في حلب. جبهة الإنقاذ الوطني المصرية تقاطع الانتخابات، وسقوط منطاد في الأقصر ومقتل سياح. التفاصيل في بانوراما الدولية للزميل باسل العريضي.
تستمر الاشتباكات لا سيما في محيط وداخل باحة الجامع الأموي الكبير الذي تمكن مقاتلو المعارضة من اقتحامه، وأن معارك تدور في حرمه بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا في وقت سابق أن إرهابيين استهدفوا بعبوة ناسفة السور الجنوبي للجامع الأموي، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة فيه وفي المنطقة المجاورة. هذا ونفذت طائرات حربية غارات جوية على مناطق عدة في محافظات ريف دمشق ودير الزور والرقة وإدلب ودرعا، فيما تستمر الاشتباكات في مناطق عدة في دمشق. سياسياً، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المتطرفين يسيطرون على صفوف المعارضة السورية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك ونظيره الهولندي في موسكو، رأى لافروف أن المعارضة تراهن على الحل العسكري للأزمة. أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنية المصرية أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة احتجاجاً على قانون انتخابي يعتبرونه أنه يصب في مصلحة الإخوان المسلمين. وقال سامح عاشور المتحدث باسم الجبهة أنه تم اتخاذ القرار هذا بالإجماع لمقاطعة الانتخابات المقبلة. لن نشارك أيضاً وبالإجماع فيما سمي بحوار اليوم بقصر الرئاسة، ونقول للرئيس مرسي تحاور مع نفسه، تحاور مع حزبه، تحاور مع من ترى، لكن الشعب المصري لن يقبل أي حوار يفرض عليه. سقط منطاد يحمل 20 سائحا من جنسيات مختلفة غربي مدينة الأقصر المصرية من على ارتفاع نحو 300 متر، وأعلن مصدر أمني أن 19 شخصا لقوا حتفهم. كانت الروح الرياضية اللبنانية في منأى عن آفة الفساد، إلى أن ظهرت فضيحة مراهنات أبطالها لاعبون في أكثر من ناد رياضي لبناني. يوم ذا كان منتخب لبنان مجرد كيس رمل تضربه لكمات المنتخبات الأسيوية الضعيفة منها قبل القوية. بعد إذن بأربعة وسبعين يوماً فقط كانت بداية الحلم نحو كأس العالم. أيقظ منتخب لبنان الشعور الوطني، نشر في الجيل الصاعد كله حالة وطنية غير مسبوقة، جمع الطوائف والمذاهب، وحد الكتل النيابية، ونال لاعبوه مكافآت رسمية وخاصة بالجملة. ولكن دخل البعض من صغار النفوس في شرايين كرة القدم منتخبات وأندية، وأمعنوا شراء لضمائر اللاعبين جهلة أو غافلين أو فقراء أو سيئي الأمانة في لعبة مراهنات تدار من شرقي آسيا وتمتد إلينا وإلى دول العالم، فكان نصيبنا خيبة الأمل. يا خي قابضين خليهم يستفيدوا. والله نحن بصراحة مصدومين، يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، بس شيء مزعج كتير. مؤبد على الحبس. إنه عمل عم يطلعوا بسنة ماشي الحال، يعني إنه لعيبة فوتبول هول لو ما ظروفهم كتير عاطلة ما بيعملوا هيك. يا دي عانت هالتعب، يا دي عانت هالملاحقة اللي لحقناهن إياها ومشينا وراهم. والله شفناها كتير سلبية، تفاجأنا عن جد اليوم صراحة بالشباب، يعني صدمونا صراحة. لم نكن نعرف أن مضبطة الانتربول واليوروبول التي طاولت 430 لاعباً في الآونة الأخيرة في العالم ستضرب لبنان في فضيحة غير مسبوقة، وتؤدي إلى وقف 27 لاعباً وإدارياً ينتمون إلى أندية عدة. فبعد 63 يوماً على تكليفه، أعلن رئيس لجنة التحقيق في قضية المراهنات التي تسبب بها لاعبون في مباريات أسيوية للأندية والمنتخبات الوطنية الأمين العام لاتحاد غربي آسيا الأردني فادي زريقاط النتائج النهائية للتحقيقات. نود أن نحيطكم علماً بأن هذه اللجنة توخت في سبيل قيامها بالمهام المكلفة بها ضمن المعايير المعتمدة سواء على المستوى الدولي أو الآسوي، وأقصى درجات السرية والشفافية المطلوبة لعملها الذي تم توثيقه من خلال إفادات مسجلة ومكتوبة في آن واحد. $15,000 كغرامة،
وإيقاف اللاعبين الدوليين محمود العلي ورامز ديوب والمترجم في المنتخب الوطني فادي فنيش مدى الحياة. غرامة 7000 دولار وإيقاف اللاعبين محمد جعفر وهادي سحمراني 3 مواسم. غرامة 2000 دولار وإيقاف 20 لاعبا حتى نهاية الموسم الحالي، وهم علي بزي، أحمد زريق، حسن مزهر، عباس كنعان، محمد حمود، محمد أبو عطيق، حسين دقيق، سامر زين الدين، محمد باقر يونس، علي السعدي، نزيه أسعد، طارق العلي، أكرم مغربي، عمر عويضة، بشار المقداد، عيسى رمضان، حسن علوي، حسين شريفي، علي فاعور وأحمد يونس. التوصيات تضمنت أيضاً منع الإداري في نادي العهد الحاج علي زنيط من مهماته الإدارية 2 ومنعه من ممارسة عمله كوكيل للاعبين. بعدما عاش الجمهور اللبناني الأحلام من خلال تأهل منتخب الأرز إلى نهائيات كأس العالم لعام 2014، ها هو اليوم يعيش الصدمة الكبيرة من خلال المراهنات التي سيطرت على لاعبي كرة القدم في لبنان. من أحد شوارع بيروت، إبراهيم وهبي، قناة الجديد. تجارة الخطف وطلب الفدية في لبنان لماذا تعاظمت أخيراً؟ ولماذا تقف الدولة عاجزة أمام هذه الظاهرة؟ تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. أمام ذلك المبنى في الرملة البيضاء وفي وضح النهار، اختطفت عصابة قبل أيام قليلة الطفل محمد نبال عواضة. محمد عاد إلى ذويه ولكن مع فدية مالية، المضحك أنه تناولها الخصم. هذا الحادث وغيره يقودنا إلى السؤال عن سبب تنامي هذه الظاهرة في لبنان، وما الذي يجعل مافيات الخطف يسيل لعابها على مثل هكذا تجارة ترى فيها ربحا وافرا وسريعا من دون أن تخشى أن يلقى القبض عليها أو أن تحاسب. 18 حادث اختطاف وطلب فدية سجلت عام 2012، العدد كبير قياسا على صغر لبنان، ولعل شرارة هذه الجرائم انطلقت أو تكاثرت بعد خطف الإستونيين 7 في البقاع في أذار عام 2011، كما يقول العميد أنور يحيى القائد السابق للشرطة القضائية، لتكر بعد ذلك السبحة على مسلسل مجهول الحلقات. الأسباب مالية، الأسباب ضعف هيبة الدولة، الحمد لله اللي ما عبتم لأسباب طائفية أو مذهبية. ما في شك أنه بحسب خبرتنا في عندهم القوى الأمنية ملف كامل حول موضوع منين عم بيجوا الخاطفين، كيف بيشتغلوا، كيف بيتصرفوا، وصار عندهم حرفية عالية باستخدام وسائل الاتصال. حضرة العميد، بالأمس نشرت صحيفة النهار مقال يقول أنه في 37 عصابة والدولة تعرفهم بالأسماء وتعرف أين يقطن، يعني مراكز وجودهم، ما الذي يحول دون توقيفهم؟ نعم، قوى الأمن أمام خيارين إجمالا. الخيار الأول هي سلامة المخطوف وتحريره سالم وإعادته سالم، والهم الثاني هي توقيف الخاطفين، ولكن الأولوية عم تعطى لتحرير وسلامة المخطوف. يمكن بينقص شوي التنسيق بين تبادل المعلومات بين الأجهزة، مفروض القوى الأمنية يكون في تسهيل إلى بوصول الداتا اللي بتحتاجها. أنا اقترحت إنشاء مجموعة ضمن الشرطة القضائية منسميها بقسم المباحث المركزية أو بقسم الإرهاب اللي عم تتشكل اليوم بالشرطة القضائية، وعم تتدرب وعم تتجهز لحتى تغطي وتلاحق جرائم خطرة، جرائم منظمة ومنها جرائم الخطف. أرض وشعب وسلطة هي العناصر الأساسية لأي دولة، لكن تبقى الهيبة الأهم في استمراريتها، لأنه عندما تفقد الدولة هيبتها تصبح حارتك من إيدو إلو، وعلى الدنيا السلام. دارين دعبوس، قناة الجديد.
والآن ننتقل لمتابعة النشرة الفنية وزميل شادي. مساء الخير. مساء الخير رائد. شو عنا الليلة؟ الليلة في عنا متابعة على عدد من النجوم استلموا جوائزهم بحفل الميلودي، نجوم بعدة مجالات حتى كمان بالسياسة. من بعدها رح نكون بجولة على أخبار من لبنان ومن برا لبنان، كلها رح نتابعها سوا. تفضل. أهلا بكم. نجوم في عالم الغناء والتمثيل والإعلام اجتمعوا لتسلم جوائزهم في استفتاء وتصويت أجرته إذاعة ميلودي أف أم ضمن برنامج مين الأول طوال شهر كامل مباشرة على الهواء. النتائج والأجواء نتابعها في التقرير التالي. هيدي الجائزة جائزة رسمية بميلودي اف ام، كل سنة لازم نعطيها لحدا من خلال المستمعين اللي عم بيصوتوا، وانت بتعرف السنة عملنا انجاز. انا بعتبر التعب اللي تعبناه انه نكون كل يوم على الهواء لمدة ثلاث مرات بالنهار كل يوم لمدة شهر، فهي شغلة مش هين يعني، صبح ظهر عشية. كان تصويت الناس كثيف جدا، فانا ما فيني زعبر ولا الإدارة فيها تزعبر، مشان هيك الشك ما بقى موجود يعني. ما في انترنت، ما في اس ام اسات، ما في شيء ابدا اي وسيلة تانية غير الاتصال على الهواء مباشرة. نجاح حلو يعني، واحد شو بيزرع بيحصد. دليل عافية انه احنا عم نشتغل كثير صح، والله يقوينا وهالمطلوب. جايزة شغلة كثير حلوة، ولكن الأهم شو بتعطي، شو بتقدم، هذا اللي أهم، وهذا الإنسان لازم يشتغل عليه أكثر. يعني أنا ما بشتغل للجائزة، أنا بعمل عملي خلي الجائزة تلحقني، مش أنا بلحق الجائزة، ما بعمري عملتها يعني. تعودت على النجاح، هو حليفك من سنوات طويلة. تعودت على السهر وعلى التعب وعلى الخوف وعلى يعني، هودي كلهم عناصر كتير مهمة خلقوا هالشيء اسمه وائل إذا بدك بهالفن، لأنه أنا إنسان عندي الفن هاجس، كتير بتعب، كتير بضحي، كتير بعطي. الناس ما بتعرف، ولكن الناس أهم شيء تشوفك أنت بصورة حلوة وصح، أما البقوي خليهم لقلنا ماشي الحال. للحقيقة بسطت كتير فيها، يعني أنا بعرف الناس قرفانين من السياسة، وإلهم حق يكونوا قرفانين، وبياخدوا الصحافة السياسة بظهر السياسيين. فأنا هون بحب أرجع أكد عبر من بركن أنه الصحافة السياسية بأغلبها بأكتريتها تتواطأ مع الرأي العام على السياسة وليس العكس، مع أنه الانطباع عند البعض بياخدهم بظهر السياسيين إذا بدك. لا بالعكس، أنا بعتبر أنه العلاقة ما بين الصحافة والسياسة لازم تكون قايمة على قلة الثقة مش على الثقة، والعلاقة علاقة الثقة وعلاقة إذا بدك الارتقاء ببلد أفضل هي العلاقة اللي بينسجها الصحافة مع الرأي العام ومع الناس، وأنا هذا اللي بجرب أعمله. أتمنى أنه أنا أكون فعلاً بستحقها، لأنه اللي صوتوا يمكن عددهم أقل بكتير من اللي ما صوتوا، بس بتصور أنه هيدي عينة بتخليني أتفائل أنه بعد الناس بتقيم الصحفي يلي بيقول الحقيقة رغماً عن كل الظروف المحيطة فيه والإغراءات والمغريات اللي بتصير. فهيدي شغلة بتخليني أحس أنه الناس بعدها عندها رأي. هيدي بالذات حبيتها لأنه أنا ما عندي خبرها، ما قلت لحدا صوتولي أو انتبهولي أو أنا موجود قالوا يعني، كنت على القليلة حطيت على تويتر أنه والله في استفتاء عم بيصير، حدا اللي بيحبني يقول. صراحة بعد 4 سنين من العمل الصحفي حسيت أنه هالجائزة إجت مفاجأة كتير كبيرة لقلي، مش لأنه مش متوقعتها، لأنه معناتها أنه هالقد الناس صاروا عم بتابعوا المواقع الإلكترونية، وهالقد صوتي أنا شخصياً صار عم بودي، والناس يمكن حبت الخط تبعي، خط جديد يمكن مختلف عن غير صحفيات أو صحفيين. بوجه لهم تحية للكل، بس أنا اليوم سعيدة أنه سرقت الضوء وقدرت أسرق أصوات الناس، هيدا أهم شيء بالنسبة لي. بتفاجأ أنه عن جد في ناس بتتابعك وبترافقك، عرفت كيف؟ هاي جمال القصة يعني، وبتحملك جدية ومسؤولية أكتر، ما فيك تخزلهم بقى للناس يعني، مش فيك تعتبر أنه والله أنا شو ما بعمل الناس رح تصوت لي، لا، ممكن الناس صار عندها حكم كتير دقيق، وصار في عنده حكم كتير دقيق انه ممكن يفلوا عنك، وهذا شيء ما بحب يحسه اي فنان. دكتور سمير جعجع فاز كافضل سياسي، الا ان الظروف الامنيه حالت دون حضوره لاستلام جائزته، فاطل من خلال فيديو صوره للمناسبه من معرب، فيما فاز العماد ميشيل عون بجائزه الشخصيه المثيره للجدل وغاب لاسباب خاصه، فيما اليسا فازت بجائزه افضل فنانه لبنانيه، فاستلم جائزتها مدير اعمالها امين ابياغ نيابه عنها بسبب وعكه صحيه.
تضحية بسيطة. وفي البانوراما الفنية، شقيقة مايكل جاكسون النجمة جانيت جاكسون تزوجت سراً بالملياردير القطري وسام المانع. معين شريف مع سوريا شعباً وحكومة ومع المعارضة غير المسلحة. تشييع الممثل السوري ياسين بقوش. نوال الزغبي سعيدة بنجاحها، ومادلين مطر تألقت في حفلها. في مفاجأة غير متوقعة في هذا التوقيت، جرى الكشف أن الفنانة العالمية جانيت جاكسون شقيقة النجم الراحل مايكل جاكسون تزوجت الملياردير القطري وسام المانع وتكتما عن الخبر. ففي أول تصريح مشترك لهما، أكدا خبر زواجهما قائلين بأن الشائعات التي تم تداولها مؤخراً حول تحضيرهما لزواج أسطوري عارية من الصحة، وأنهما تزوجا بالفعل العام الماضي بحفل هادئ بعيداً عن أعين الفضوليين. وأضافا بأن هدايا الزواج التي تبادلاها كانت عبارة عن تبرعات قدماها لجمعية خيرية. لا يزال مجهولون يقومون بالإساءة للفنان معين شريف من خلال نشر صور لسياسيين وشعارات سياسية مناهضة لسوريا على صفحات التواصل الاجتماعي، وآخرها صورة علم الجيش السوري الحر على صفحة على الفيسبوك تحمل اسم معين شريف. فخرج الأخير عن صمته مؤكداً لنشرتنا حرصه على التأكيد أنه لا يملك أي صفحة على الإنترنت تحمل اسمه، وأنه أقفل جميع الصفحات، وأضاف: أنا مع سوريا شعباً وحكومة ومع المعارضة غير المسلحة. شيع من مستشفى المجتهد في دمشق جثمان الفنان السوري ياسين بقوش الذي توفي الأحد الماضي بعد سقوط قذيفة على سيارته في منطقة عسالي بالقرب من مخيم اليرموك. ووسط لفيف من أصدقاء الفنان، توجه الموكب الجنائزي إلى جامع محي الدين بدمشق وصلي عليه صلاة الميت قبل أن يشق جثمان طريقه إلى الصالحية ليوارى في الثرى حيث مسقط رأسه بعد 75 عاما من العطاء. وكان لافتاً أن الجماهير التي حضرت قامت بزف الشهيد ياسين بقوش كعريس، وكالعادة غاب الفنانون زملاء الأمس عن تشييع صديقهم، ما ترك عدداً هائلاً من إشارات الاستفهام عن وفاء الفنانين. وكان قد اشتهر الراحل بأعماله الكوميدية مع دريد لحام وعرف بشخصية ياسين الشهيرة. وينك حبيبي؟ قلي حبيبي، ما قولي نرجع سوا، بعدك ببالي وبعدك يا غالي، يحرم علي الهوى. تعيش النجمة نوال الزغبي فرحة بعد الأصداء التي تلقتها حول كليبها الجديد غريبة هالدني، خصوصا أن 700 ألف شخص شاهدوا الكليب على اليوتيوب بعد أسبوع من إبصاره النور، وهو رقم قياسي. كما تنشغل نوال في الفترة المقبلة بتسجيل أغنيتين باللهجة الخليجية. مادلين مطر حفلاً في البلازا بالاس تكلل بالنجاح على الرغم من الظروف الصعبة وغياب الحفلات حالياً عن الخارطة الفنية في لبنان. من فترة بيقولوا لبنان ما تجوا عليه، ما تجوا، يعني شو في بلبنان؟ قلنا سنة بنسمع هالكلام وهينا كلنا عم نروح ومنجي وما في شيء بلبنان. دعوة أو حتى نفرجيهم أنه عن جد العالم عم تظهر وعم تسهر وعم ما في شيء. دعوة، رسالتنا هو أنه نشوف نفرجي صورة وطننا كمان، ونحن عم نتحدى فيها. يمكن نحن من الناس اللي بتشجع أنه العالم تجي وتسهر، وأنا بقول لك يعني في عندي برا أصدقاء لقالي من الدول العربية حاجزين وجايين تيشوفوا مادلين أو يشوفوا رضا، فهيدا شيء بفرحنا كتير يعني. هذه هي نشرتنا الفنية لليلة رائد، نشرة فنية جديدة بكرة بس بيتابعوها المشاهدين مع الزميلة دارين شاهين. شكرا لك ولدارين، يعطيك العافية. والآن طبعا تذكير بأهم ما جاء في نشرتنا. رئيس الجمهورية في انطلاق الزعيم. تحية تقدير إلى قناة الجديد اللي أيضا قبلت التحدي. فضيحة تهز الشباك اللبنانية. من اللاعبين اللي تورطوا بالعملية ما عندهم مستوى ثقافي ولا عندهم، الأكثرية لا عندهم مستوى تعليمي. غدا يوم الزحف إلى السرايا. للرئيس بقاتلي نقول له: احزم أمرك واخرج إلى الرأي العام واعتذر له. في
سوريا المتطرفون هم الغالبون. الله أكبر الله أكبر. وفي مصر تعذر الحوار. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.